أول كتاب الفتن والمناحم باب في النهي عن السعي في الفتنة. حدثنا مسدد ابن مصرهد من ثقات الأثبات، روى له جماعة. قال حدثنا حماد بن زيد من أساطين المحدثين، قال عن أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب الأزدي، قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم الرازي صالح، النسائي قال ليس به بأس. قال عن المشعث ابن طريف، ذكر ابن حبان في الثقات وبعض رماء قال فيه جهالة. عن عبد الله بن الصامت الغفاري البصري، قال نسائي ثقة، وقال عجلي بصري تابعي ثقة. وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن أبي ذر رضي الله عنه، أبو ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على راجح اسمه جندب ابن جنادة رضي الله عنه وأرضاه، أحسن الله عليكم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبا ذر، قلت لبيك رسول الله وسعديك. فذكر الحديث قال فيه: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر بالعبد، البيت فيه بالوصيف يعني القبر. قلت والله ورسوله أعلم، أو قال ما خار الله لي ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليك بالصبر، أو قال تصبر. ثم قال لي: يا أبا ذر، قلت لبيك وسعديك. قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غارقت بالدم؟ قلت ما خار الله لي ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليك بمن أنت منه. قلت يا رسول الله، أفلا أخذ سيفي وأضع على عاتقي؟ قال شاركت القوم إذن. قلت فما تأمرني؟ قال تلزم بيتك. قلت فإن دخل علي بيتي؟ قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف، يعني أنت خشيت أن يغلبك ضوء وبريقه فخشيت منه. قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه، يعني يرجع الإثم عليه، يبوء بإثمك وإثمه. وقال داود لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد ابن زيد. حديث صحيح، وقد جاء في رواية أخرى أن أبا ذر قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فلما جاوزنا بيوت المدينة قال: كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة جوع تقوم عن فراشك ولا تبلغ مسجدك حتى يجهدك الجوع؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: تعفف يا أبا ذر. قال: كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة موت يبلغ بيت العبد حتى أنه يباع القبر بالعبد؟ وهذا تصريح، لأن رواية فيها تفسير، حتى يباع، نعم، حتى أنه يباع القبر بالعبد. قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: تصبر يا أبا ذر. قال: كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة قتل يغمر الدماء وتغمر الدماء أحجار الزيت؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: تأتي من أنت منه، لو ولي الأمر يعني. قال: قلت وألبس السلاح؟ قال: شاركت القوم إذن. قلت فكيف أصنع يا رسول الله؟ قال: إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ناحية ثوبك على وجهك ليبوء بإثمك وإثمه. هذا حديث عظيم فيه مسائل كريمة وكثيرة، منها أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي وحسن خلقه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف أبا ذر، وهنا الإرداف ما كان على الجمل، كان الإرداف على حمار، وهذا أيضا من تواضع النبي أن يركب حمارا ويتصور في بعد المسافة، نعم، بين المقدم وبين المؤخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، جذب انتباه، استفراغ الوسع، استفراغ القلب. قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. فذكر الحديث. لما يقول هنا الأدب يظهر هنا في قوله لبيك رسول الله وسعديك، لما نداه ليفرق قلبه له قال لبيك رسول الله وسعديك، أدب جم. لما قال يا أبا ذر، انظر كيف رد عليه، كيف أجابه.
الآن الكبير كيف إذا نادى على الصغير كيف يرد عليه، كيف يجيبه، كيف المعلم إذا نادى التلميذ كيف يجيبه. سبحان الله، هذه توصية وترسيخ لنا لنتأدب قبل أن نتعلم. لما قال يا أبا ذر قال لبيك، طاعة بعد طاعة، إجابة بعد إجابة، لا تلكؤ ولا تأخر عندما يناديه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لبيك رسول الله وسعديك، نعم، وأسعد بطاعتك، وأسعد وتسعد. قال لبيك رسول الله وسعديك. ثم قال كيف أنت يا أبا ذر إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف. المعنى هنا طبعا الأول قال جوع، جوع يعصف المدينة، والله له حكم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد طغيان أهل مكة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم أعني عليهم بسنين كسنين يوسف. وكلما على الطغيان والظلم، كلما على الطغيان والظلم كان هكذا الأمر، سنين كسنين يوسف، فضاق الأمر على الناس، هو بيقول له بذلك. فقال فكيف إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف. طبعا إما أن يقال الموت، الموت يسرع فيهم، أو يقال بأن المقصود بذلك القتل، وأنه يستباح وأنه يكثر، ولا سيما أنه في أيام الفتن. يكون البيت فيه بالوصيف على تأويلات، يكون البيت فيه بالوصيف المعنى أن البيت لا يبقى فيه إلا عبد من كثرة القتلى، الرجال قتلوا والعبد هو الذي يقوم على شؤون البيت. يكون البيت بالوصيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنت أبا ذر؟ فقال له أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، ما اختار الله ورسوله، ما اختار يعني لي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أدب منه أيضا. التأويل الثاني قال البيت الوصيف بالوصيف، فيه بالوصيف فيها أخلص منه بزيادة وكيف جاي جاي إذا سمع الموسيقى كلمه، طب قل له يذكر، ها هنا هنا تعال هنا، قل له بس الموسيقى شوية، قل له قل له شوف هذا فالتأويل الأول خلاص ينقضي وما يبقى إلا العبد هو الذي يقوم بشؤون البيت. والثاني هو أنه يباع القبر، البيت هنا باع القبر، يباع القبر بالعبد، ما عندهم إلا ذلك. الله أكبر، حفظك ربي يا ابن الإسلام ويسر عليك أمرك وشكر لك، جزاك الله خيرا. نعم، وهذه أيام كما قلنا يكثر فيها الهرج القتل. وفي أدب أبي ذر قال ما اختار الله لي ورسوله، قال عليك بالصبر، تصبر ضرورة. قال قلت لبيك رسول الله، قال ثم قال لي يا أبا ذر قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ وأحجار الزيت هي محل مكان بالمدينة موضع بها. قال قيل هي من الحرة التي كانت بها الواقعة زمن يزيد والأمير على تلك الجيوش الضارية مسلم بن عقبة المستميح بحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قتله الله، استباح حرمتها وقتل رجالها وعاث فيها الفساد، فقد أذابه الله كما يذيب الملح، الملح في الماء. نعم، ويقول غرقت بالدم دلالة على كثرة القتل، الله المستعان. فقال قلت ما اختار الله لي ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها دلالة أن أبا ذر من فقه علم أن النجاة في الالتساق بالكتاب والسنة، النجاة في ذلك، والسنة سفينة النجاة. عليك بمن أنت منه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عليك بمن أنت منه، يعني عليك عليك بمن أنت منه، عليك بولي الأمر، يعني إلزم ولي الأمر. إذا كانت الفتن إدلهمت والخطوب اشتدت والكرب قد اقترب، فعليك بمن أنت منه، يعني أنت عليك بولي الأمر، عليك بولي الأمر. الحمد لله أنه أتى به خطأ عشان يجيبوا لي سخن، فعليك بولي الأمر.
الزم غرزه وكن تحت رايته واسمع له واطيع، واسمع له وتطيع ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاع. فقال يا رسول الله أفلا أخذ سيفي وأضعه على عاتقي؟ قال لا، شرقت القوم إذن. وانظر هنا على ما مرت علينا من الأحاديث أنه عندما الفتنة لابد من الكف عن كل شيء. وقلنا وأكرر بأن هذا المقصود منه إذا اختلط الحق بالباطل لم يظهر، هذه الفتنة التي فيها يضع سيفه ويكون عبد الله المقتول، إذا اختلطت لم يظهر فيها الحق مع الباطل. لكن لو ظهر الحق هي عنده ليست فتنة، إذا ظهر الحق من الباطل وجب عليه نصرة الحق وليست فتنة. فقال أضع سيفي على عاتقي. قال شاركت القوم إذن؟ قلت فما تأمرني؟ قال تلزم بيتك. قلت فإن دخل علي بيتي؟ قال فإن خشيت أن أبارك شعر سيف، معناه أن اكسر سيفك وكن عبد الله المقتول، وإن خشيت أن يبهرك شعر السيف فألقي ثوبك على وجهك، يعني أنت تكون شهيدا والذي قتلك وتجرأ عليك يكون في النار. لذلك قال يبوه باسمي واسمك، قال يبوه باسمه واسمك. وهذا دلالة واضحة جدا على أن التعامل في الفتن هو الكف والبعد، وأن ينأى المرء بنفسه ولا يختلط مع من اختلط، وأن يكون على نجاة في كفه وصمته، وأن يبقى أو قل أن يكون عبد الله المقتول. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظكم من الفتن، نسأل الله جل في علاه أن يحفظنا ويحفظكم من الفتن، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم من الفتن. اللهم أمين يا رب العالمين، ما ظهر منها وما بطن، اللهم أمين يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة في ذلك: قلة العلم يلازمها كثرة الدم، قلة العلم يلازمها كثرة الدم. هذا يجرنا الفائدة الثانية: إعواز الناس للعلماء، إعواز الناس للعلماء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام على المجوس الرافضة الخبثاء يا رب العالمين، يا رب العالمين انصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. فضل الأدب مع العلماء يا ربي، والله من حرم الأدب والله حرم الوصول، والله ما يدخن، والله ما يدخن، والله ما يدخن. من حرم الأدب لا يصل بحال من الأحوال، أن أعطى الله الوصول بالأدب. الفائدة الثالثة: النجاة بالكتاب والسنة، أو في الكتاب والسنة.